السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل امام وزيارة الفنانة يسرى والهام شاهين ليه داخل المستشفى. هنشوف كل اللي حدث اثناء الزيارة وايه اللي حدث للزعيم وليه في تكتم كبير على حالته الصحية بالطريقة دي. زي ما تعودنا جميعا ندعي لكل مرضانا بالشفاء العاجل، مش عشان بقى هو عادل امام وكل الناس هتدخل تقول لي ده فاسق ده مش عارفه اذنب في ايه وعمل ايه. دعوا الخلق للخالق، يعني احنا مش لينا نحاسب بني ادمين، احنا لينا دلوقتي في ناس كتير فعلا بتتابع اخباره، ولو نزلوا عمل النهارده كلكم هتتابعوا معظمكم، عشان ما نكونش يعني ملمين بالناس كلها. اكيد في ناس اه وناس لا، لكن خلونا بلاش حتة الشماتة في الموت ولا في المرض ولا كل التفاصيل دي، لاننا كلنا معرضين والله اعلم كل واحد بينه وبين ربه ايه. هدخل في الموضوع على طول عشان ما تقولوش طولت. الفنان عادل امام اتنقل للمستشفى في حالة صحية يعني مش هنقول خطيرة جدا، ولكن طبعا للاطمئنان عليه لانهم حسوا ان هو عنده كورونا. طب كورونا ازاي؟ ده عادل امام ما بيطلعش تماما، ما بيحضرش جنازات. اخر جنازه كانت طبعا بتاعه الفنان الله يرحمه طبعا سمير غانم، وما راحش، بعت ابنه طبعا هو اللي راح، رامي امام، لانه بيخافوا عليه يتواجد في اي اماكن. اللي حدث كالاتي، ان هو يا جماعه موجود معاه طاقم طبي في البيت ما بيفرقوش ولا ثانيه، طاقم طبي جسدي ونفسي، يعني في دكاتره نفسيين موجودين معاه بيأهلوه دايما، خصوصا بسبب كبر السن وان هم خايفين عليه يحصل له زهايمر او كل التفاصيل دي اللي تم الاعلان عنها من ابنه محمد امام قبل كده. اتنقل للمستشفى وتعمل له مسحة كورونا وهو ما عندوش كورونا، الحمد لله المسحة طلعت سلبية، مفيش كورونا ولا اي حاجة. امال بيعاني من ايه؟ بعض مشاكل تقدم العمر ومشاكل في الشيخوخة، وعنده ضغط الدم ارتفع شوية، فطبيعي انه كان ينقلوه للمستشفى. حتى اللحظة اللي احنا فيها هو متواجد في المستشفى اللي قامت بزيارته الفنانة يسرى والفنانة إلهام شاهين. يسرى بتربطها بعادل إمام علاقة قوية جدا جدا، وده اللي سمعناه منها بدون أي حياء أو أي يعني مثلا مراعاة لزوجها اللي موجود معاها، إلا لما قالت في برنامج سهرانين مع أمير كرارة: أنا كنت أتمنى لو عادل إمام يتقدم لي ويتجوزني، لكن هو ما عملش الحتة دي، على الرغم إن أنا لو هو كان اتقدم لي كنت انا من الناس الاوائل اللي هتوافق عليه، لكن هو محبش يتجوز واحدة من الوسط الفني، ولا حب يدخل زوجته ولا بنته الوسط الفني، لان هو شايف انه في بعض التجاوزات. يعني عادل امام شايف كده، بس هو بيعمل كده، احنا عارفين الموضوع ده، ولكن ما يحبش على بنته وزوجته يحصل معاهم حاجة من اللي هو بيعملها. وايضا كمان الفنانه الهام شاهين اللي راحت زارته، ومن ضمن اللقاء اللي حصل بينهم ان هم اتكلموا على اول فيلم ليها اللي هو الهلفوت، اللي هي قالت انا بعتز بيه، وعند الفيلم ده هو مسيرتي الحقيقيه وبدايه انطلاق. هو فعلا بدايه انطلاق، مش معقوله هتعملي كل اللي كنت بتعمليه ده ومش المخرجين مش هيدوروا عليكي حتى لو ما كنتيش بتمثلي في الوقت ده. عادل امام حاليا موجود في غرفة عادية، مش في عناية مركزة ولا حاجة، واعي في زيارات بتحدث ليه، ولكن من بعض المقربين مش كل الناس بتقدر تزوره. ابنه رامي امام على صفحته على تويتر كتب: على ادعو لي الزعيم عادل امام يرجع بألف سلامة، وانتظروا مفاجأة قوية في رمضان المقبل. طبعا لكل اجل كتاب، مش عارفين اذا كان حد هيستنى لرمضان اللي جاي ولا لأ، ولكن عادل امام بيحضر فيه عمل هيكون حسن الختام، هو شايفه كده ان ده اخر عمل هيقدمه، هيكون من اخراج رامي امام، والبطل اللي هيكون معاه هو ابنه محمد امام، حابب يجمعهم هما الثلاثه عمل مشترك. الله اعلم طبعا هيبدا تصويره امتى او بدا او لا، ما اقدرش اقول لحضراتكم التفاصيل، ولكن لو ربنا اداله الصحه هيكون ليه عمل في رمضان المقبل. ربنا يهديه ويجعله توبه نصوحه قبل الوفاه، دي اهم حاجه، ربنا يهديه ويهدينا جميعا. بشكركم واستنوا منك كل الجديد، ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك، ده بيزيدنا وبيزيدنا شرف من حضراتكم. سلام عليكم.